هو جوزي مخليني اتنفس ولا شيء، لساته مفكر اني بحب واحد ثاني. ما طلعت من الصبح كل هالوقت مع صاحبك؟ بحياتك امزح معك، هاي مش مزحه. حسي راسي بده يتفشل. اي شيء بدك تعرفه مني قبل ما اموت رح اجاوبك عليه. هدول بنات ما لهم بجزم، انا المذنبه فيهم وانا حاضره للموت. ليش كنتي شافك؟ شو السبب؟ مسكوني مع واحد غير جوزي، يا الفضيحه بعدها على الذبح عند جوزي يا العماله. بدنا تشتغلي معانا ولك على كاس العماله ولك. انا واعي لحجم الخراب والدمار اللي راح يصير في عيالهم، بس احنا كمقاومه ما عندناش خيار ثاني. طب شو المواصفات تبعت البنات اللي بتختاريها؟ اخترت كل وحده جوزها خرا. أنا إلي الحق أعرف عن كل حركة بتعمليها، خصوصاً لما ولا مرة ولا مرة حسستيني إنك بتحبيني. أنا بمصيبة وبحاجة لإلك. لحتى نحكي إنه لازم نبعد عنك قد ما بنقدر. ليش اخترت تخبي هاي الصورة بالذات؟ مين هاي؟ لك اللي هالبنت بأسرع وقت ممكن. ماما أنا طالعة على الأردن. مش حدا بداخل داخله بخافش من الموت، بس في ناس بتلعبها منيح والأغلب لا. الظاهر أنا وأنت من اللي بيعرفوا يلعبوها.